السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف انقطع البث الحي لظروف فنية. بالنسبة للتحليل اللي مرفوع على الجروب كاستشارة، مهم جدا نراجع مع بعض النسب دي. الار بي سيز اللي هي عدد كرات الدم الحمراء بتتراوح من 4 لـ 6، بيقل شوية في الفيميل. الهيموجلوبين، نسبة الهيموجلوبين بيبقى حوالي عن 14 في الميل في الذكر، وفي الأنثى 11 في 16. تمام. طيب خليكوا بقى معايا، هنا في حاجة اسمها WCC White Cell Count، ده بيبقى من 4 لـ 11 في الكورونا، ممكن يقل. طيب نيوتروفيلز من 45% لـ 75% في الكورونا بتزيد. تمام. الليمفوسايتس من 20 لـ 45% في الكورونا بتقل. طيب الايزوفيلز من 1 لـ 6%، البيزوفيلز بتبقى من 0 لـ 1 في الكورونا، ممكن تقل تبقى 0. المونوسايتس من 2 لـ 9 في الكورونا بتزيد، ممكن تبقى 10 12. تمام. طيب البلاتلت اللي هي الصفائح الدموية تبقى حوالي من 150 لـ 400. الاي اس ار الاستريوسايت سيدمنتيشن ريت بيبقى في اول ساعه من 2 لـ 7، في تاني ساعه من 5 لـ 15 في الكورونا، ممكن يعلى. تمام. عوامل التجلط البروسرم بين تايم من 10 لـ 14. الاي بي تي تي بيبقى من 35 لـ 45. الاي ان ار واحد طبعا. البليدنج تايم 27. طبعا لما نلاقي النيتروفيلز عاليه والليمفوسايتس قليلة زي في التحليل ده، يبقى دي غالبا غالبا كورونا. عزل منزلي وعلاج فيتامين سي، فيتامين دي، زنك، ومضاد حيوي، وبعض العلاجات التانية، والراحة والسوائل الدافئة والتغذية الجيدة. تمام. الفيريتين ليفل، نسبة الحديد في الدم، تبقى عالية أحيانا في الكورونا عن 200. تمام. ال LDH لاكتيت دي هيدروجينيز، ده برضو بيبقى عالي في كورونا، هو بيبقى من 90 لـ 200، ممكن تلاقيه عالي قوي في كورونا، ده بالإضافة للدي دايمر طبعا. تمام. وأنا آسف بعتذر تاني لعدم البث المباشر، وإن شاء الله نعوضها في يوم تاني نتكلم فيه عن التطعيمات وعن نجاوب عن أسئلتكم. وشكرا لحضراتكم، إن شاء الله ربنا يرفع البلاء عنا جميعا. ومع السلامة.